اليوم تشهد اختتام الدورة 12 من برنامج مصالحة. هذا البرنامج كما أصبح معروفا هو برنامج معد بصفة حصرية للسجناء المحكوم عليهم في إطار قانون مكافحة الإرهاب. هذا البرنامج المتميز والمتعدد والمتكامل الذي يتميز عن باقي البرامج المنظمة في يعني خارج المغرب أنه لا يختزل فقرته في السجل الديني، ولكن أيضا تشمل كل ما هو حقوقي، كل ما هو قانوني، وكل ما هو سوسيو اقتصادي، بالإضافة إلى المواكبة النفسية. هاد الدورة تتعرف المشاركة ديال 20 نزيل ومجموع النزلاء اللي شاركوا منذ بداية هذا البرنامج سنة 2017 وصل إلى 259 نزيل. ما يميز اختتام هذه الدورة هو دعوة المندوبية العامة لمجموعة من شركائها في المجتمع المدني، وهذا أيضا تميز يعني يظهر مدى رغبة المندوبية العامة على الانفتاح على محيطها المجتمعي، ومدى رغبتها على دعوة هي إشارة كدعوة لمجموعة الشركاء للانخراط في هذه المجهودات اللي كتبذلها المندوبية العامة في إطار برنامجها الجديد لتفريد برامج التأهيلية، يعني تفريد أنها تحاول أن تعد برامج خاصة بكل فئة بغية يعني الاستجابة للطلبات الخاصة لكل فئة. هذا البرنامج خاص بفئة تطرف الإرهاب، برنامج اللي أصبح له صيت ليس فقط على المستوى الوطني ولكن أيضا على المستوى الوطني، إلى درجة أن هناك مجموعة من الدول التي تحاول الاستئناس به واستلهام بعد فقراته من أجل بلورة برامج مماثلة يعني تتماشى بطبيعة الحال مع ظروف كل دولة. شكرا.